الممثل ياش وردان، اسمه الحقيقي هو شريسيان تلبادي، وهو من مواليد 1976. يبلغ عمره حاليا 47 سنة، يبلغ طوله 1.70 متر، ويبلغ وزنه 71 كيلوغرام. تزوج سنة 2004 من ديبتي تلبادي. الممثلة نيها، اسمها الحقيقي هو برارتانا بهيري، وهي من مواليد 1983. يبلغ عمرها حاليا 40 سنة، يبلغ طولها 1.63 متر، ويبلغ وزنها 55 كيلوغرام. تزوجت سنة 2017 من أبهيشيك جافكار. الممثل جاجاناث، اسمه الحقيقي هو موهان جوشي، وهو من مواليد 1945. يبلغ عمره حاليا 78 سنة، يبلغ طوله 1.78 متر، ويبلغ وزنه 75 كيلوغرام. تزوج سنة 1974 من جيوتي جوشي. الممثل ياش، اسمه الحقيقي هو أنانت كالي، وهو من مواليد 1972. يبلغ عمره حاليا 51 سنة، يبلغ طوله 1.75 متر، ويبلغ وزنه 77 كيلوغرام، وهو متزوج منذ سنة 2009. الممثلة باري، اسمها الحقيقي هو ميرا فايكول، وهي من مواليد 2017. يبلغ عمرها حاليا 6 سنوات. الممثلة شيفالي، اسمها الحقيقي هو كاجال كاتي، وهي من مواليد 1993. يبلغ عمرها حاليا 30 سنة، يبلغ طولها 1.65 متر، ويبلغ وزنها 62 كيلوغرام. تزوجت سنة 2019 من براتي كادام. الممثلة جيسيكا، اسمها الحقيقي هو جاني كاتاريا، وهي من مواليد 1988. يبلغ عمرها حاليا 35 سنة، يبلغ طولها 1.68 متر، ويبلغ وزنها 57 كيلوغرام، وهي متزوجة منذ سنة 2019. الدكتورة، اسمها الحقيقي هو شويتا شودهاري، وهي من مواليد 1982. يبلغ عمرها حاليا 41 سنة، يبلغ طولها 1.66 متر، ويبلغ وزنها 65 كيلوغرام، وهي متزوجة منذ سنة 2015. الممثل سمير، اسمه الحقيقي هو سنكرشان كرهادي، وهو من مواليد 1990. يبلغ عمره حاليا 33 سنة، يبلغ طوله 1.70 متر، ويبلغ وزنه 68 كيلوغرام. تزوج سنة 2015 من شالاك باندي.
الممثلة سيمي، اسمها الحقيقي هو شيتال كاشير ساغر، وهي من مواليد 1970. يبلغ عمرها حاليا 53 سنة. يبلغ طولها 1.61 متر، ويبلغ وزنها 64 كيلوغرام. وهي متزوجة منذ سنة 1999. الممثل بارانجابي، اسمه الحقيقي هو شاتانيا شادانتراتري، وهو من مواليد 1988. يبلغ عمره حاليا 35 سنة. يبلغ طوله 1.75 متر، ويبلغ وزنه 78 كيلوغرام. وهو متزوج ولديه ولد فقط.